شو هذا يا؟ أنا ما قلت إنه تخلوها مربوطة؟ ها؟ لا وحاطين الأكل وشرب يا وطين، ها؟ لما طلعت من هون كانت مربوطة، بس ما بعرف مين فكها. يعني مين بده يكون فكها؟ وشو هاد؟ مين يلي فكها ولعك؟ مو المهم مين فكها أو مين خلاها تاكل، مو عاجبنا الحكم اللي أصدرته. شو هذا اللي عم بسمعه وعم شوفه؟ تعال شوفوا ليك، انت مين مفكر حالك ها؟ الظاهر انه صار لازمك قص لسان، ديري بالك على حالك. نحنا ما عملنا شي يا معلم زعيم، تعرف انه هي بنته للمعلم بكر يلدز والكل بيحبوه هون. اخرسي، انا ما بيهمني بنت مين بتكون، بعدين بكر يلدز صار له سنين تحت التراب والخاين بيضل خاين. قومي وليك خدوها جهزوا لي اياها، يلا لفوها بالنايلون مشان فورا ننفذ الحكم، يلا خدوها. جيبوا لي العدة بسرعة. أنا البنت اللي بترفضني بمحية عن وش الأرض. توم